عن قريب المسجد الجامع الكبير تاع العاصمه اللي سالك يمرمد لك وجهك. اليوم بلادنا رجعت قيمتها، كلامها مسموع، ورانا بالتقريب الدوله الوحيده في العالم لها دير هادشي، مثل ما رانا نحاربوا في البناء الفوضوي. راكم تعرفوها في الحقيقه، راكم طالعين على انت تطلب وانا نكذب عليك. عمري في حياتي ما كذبت. هذاك هو الصح، تولي تركب في القطار هنا. بالنسبه للطبقه الوسطى، معلمين، ربما يعني 1,360,000 نسمة، الله يعرف مشاكلها، أعرف مشاكلها. ولاية شاسعة واسعة، أحمد الله وأشكره على أن وفقني أن أوفيت بما عاهدت به. أهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة للتهبيط والابتزاز، خاصة أن الضيف ديال اليوم هو ضيف من العيار الثقيل في مجال الكذب وفي مجال إطلاق الصواريخ الكذبونية العابرة للقارات. اكيد غتكونوا عرفتوا، اكيد غتكونوا شفتوا الصوره المصغره. معنا اليوم الرئيس الجزائري او فخامه الرئيس الجزائري عبد المجيد ابو كديبه. واخيرا تلقوا لنا الحلقه المطوله من ولايه الجلفه، لا ماشي ديك الحلقه اللي باقي تتسناو من هذه شهرين ديال الحوار ديالو مع الصحافه اللي باقي ما قدروش يسالوا ليها المونتاج وباقي ما قطعوهاش مزيان، داينه في كذبون. فهذيك الحلقه ديال الحوار مع الصحافه خربقها مزيان. صوروا معايا دابا راه جايه لكثر من شهر وما تيديروا لها المونتاج وباقي ما سالوهاش، ومحال واش يساليوها ومحال كاع واش ينشروها، لانه غيكون خربقها مزيان. زعما صراحه كون كانوا عندي الاموال نعطي مليون دولار لهذوك الناس يسربوا لي هذاك الفيديو نشوف شنو قال فيه. قبل ما نعلقوا على المقاطع ديال عبد المجيد كذبون، خليوني نقول لكم واحد الملاحظه صغيره في اطار المعركه ديال الوعي اللي دخلنا ليها. هذه المعركه اللي صعيبه بزاف، بعض الجاليات اللي عندنا في المغرب كيبغيو زعما ياثروا علينا وتيبغيو يرجعونا لداكشي اللي قبل، اللي عقلته ديال فاش كان المغربي كيدافع على بلاده ولا كيدافع على الملك ديالو ولا كيدافع على النظام ديالو ولا كيدافع على خوتو المغاربه كيعيطوا لي عياش باش ياثروا عليه. وفعلا كانت نسبه كبيره ديال المغاربه كتخاف انها تدافع على بلادها ولا تدافع على النظام ديالها ولا تدافع على الصحراء ديالها. علاش؟ لانهم غيقولوا ليها نتوما عياشه، انت عياش، زعما انت بايع الماتش. داكشي تخلصنا منه بصعوبه، والاغلبيه ديال المغاربه اليوم كيدافعوا على بلادهم وبقوه وكيفتخروا انهم عياشه. يعني دابا شي واحد تقول لي انت عياش كتفرحوا وعاد ما كيزيد يفتخر. فعلا حتى انا افتخر انني عياش وتنقولها عياش وغادي نبقى عياش. افضل انني نكون عياش الملك ابن ملوك ولا نكون عياش لواحد السيد في ايران ولا واحد السيد في حزب الله ولا واحد السيد ولا واحد الكابران في الجزائر. تقولوا لينا كطبلوا النظام بالفرحه عاليا، نطبل النظام على الاقل، كنطبل النظام ديال بلادي وكنطبل بلادي، ماشي كنطبل النظام الجزائري وماشي كنطبل ايران وماشي كنطبل حزب الله. تقول لي لا نتوما بايعين الماتش، انا ما بايع لا ماتش لا والو، وما بيناش عليا كاع واش بايع الماتش. وعلى الاقل انا ما تنتخابرش مع شي واحد في الهاتف خمسات المرات، خمسات المكالمات في ايام مختلفه باش نعاونو يدخل السلاح بالتخبيه الى المغرب باش هذاك السلاح يستعمل لقتل المغاربه. المهم كنظن ان الرساله وصلت، وداكشي ديال شحال هادي ديال تاثروا علينا ولا نتوما متصهينين ولا نتوما عياشه ما بقاش قدام. المصلحه ديال بلادي هي الاولى، ومن بعدها مصلحه فلسطين، ومن بعدها الاسلام، ومن بعدها داكشي اللي بغيت. الرساله وصلت، ونمشيو دابا عند ابو كديبه نشوفو شنو تيقول. احمد الله واشكره على أن وفقني أن أوفيت بما عاهدت به في الحملة الانتخابية. قلت للإخوان اللي كانوا معايا، قلت لهم إن شاء الله إذا كتب ربي وتقلدت المسؤولية تكون أول ولاية نزورها، ورانا في أول ولاية. ها هو كذبون تيأكد الكلام ديالنا، رغم ان بزاف ديال المرتزقه ديال النظام الجزائري في الجزائر قالوا لا راه كنمشى لوهران للمباراه وراه كندير هادي وراه كنمشى فتح واحد المشروع. ها هو بلساني تيقول من 2019، يعني من بعد 4 سنوات، تيقول ها هو يلا دار اول زياره لاول ولايه
اللي كان عطاهم الوعد خلال الحملة الانتخابية أنه غيزور الجلفة هي الأولى، وفي 2023 عاد دار هاد الزيارة. هما تيقولوا عندهم 58 ولاية في الجزائر، يعني فخامة الرئيس أبو كوديبة الجزائري إلا بغى يزور كل ولاية بهذا الريتم هذا، يعني خاصو كل ولاية 4 سنين. إوا ضرب انت 58 ولاية في 4 سنين، شو شحال من عام خاصو باش يزور كل ولاية؟ وانت أبو كوديبة انت مشيتي للجلفة والناس فرحوا بيك وباسوا لك يديك، البواسين ديال اليدين في الجزائر شبعوا فيك بوسان ديال اليدين وفرحوا بيك وزغرتوا ليك وصفقوا ليك ونشطوا معاك، علاش ما درتيهاش من قبل؟ يلا يلا عاود دير لنا شي وحده في الجزائر العاصمة الله يخليك. عارف مشاكلها، ولايه شاسعه واسعه ما عندهاش امكانيات تطور كثيره ما عدا ربما تجاره وبعض المناطق الرعويه اللي اليوم صبحت ما مع الجفاف صبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، الامور كلها ماشيه بالعدل. وابو كديب واش حنا كندعموك وكنعاونوك باش تنجح في الانتخابات وتربح العهده الثانيه وانت كتفضح راسك براسك؟ ياك عاد مشيتي انت واش القريحه وزرعتوا هذيك الشجره المعوجه تمايا واعلنتوا على واحد المشروع ديال التشجير ديال شي 400,000 هكتار تمايا في ولايه الجلفه، ودابا كتقول بان الولايه فيها الجفاف وما لايق فيها والو. ايوا يعني هذاك الشيء ديال الشجر اللي قلتوا غديروا مشروع كبير وضخم وغتحاربوا به التصحر، يعني ما منوش كيف ما توقعنا من الاول. يعني 1,360,000 نسمه، الله يبارك الله يطول في عمرهم كل. انا اول مره كنشوف شي رئيس دوله في العالم تيقول الناس الله يطول في عمركم، وهي دابا انت كترسل لهم شي رساله مبطنه مفادها انه راه نتوما مهددون بالعشريه السوداء ونقدروا نقتلوا فيكم شي 400,000، داكشي علاش تكالماو تهدنوا بردوا والله يطول في عمركم. وعجيب هذا الرئيس هذا والله الا عجيب. يجي ينصب الوالي المنتدب تاع مسعد والوالي المنتدب تاع عنيسه. والناس ديال الجلف وتقاش تصفقوا عليه، راه مسكين غادي يبكي لكم تما، وكل شويه تصفقوا عليه. قال لكم درت اول زياره في العوده ديالي الى ولايه الجلفه تصفقتوا، مع انه راه زعما ماشي انجاز، راه فشل كبير انك رئيس دوله بعد 4 سنوات كدير اول زياره. قال لكم دابا غادي نعين لكم والي هنايا والي هنايا، نتو كتصفقوا فرحانين وقربتوا تبكيوا بالتصفاق ديالكم، وقفتوا كاع نتوما بحال الا قال لكم راه سوف نحرر فلسطين. بالنسبة للطبقة الوسطى، معلمين ما شبه طبيين أساتذة إلى آخره، من انطلاق من هذا الاجتماع هذا أني قررت ونعلنها من الجلفة أننا ابتداء في بداية سنة 2024 نفتح عدل 3 سكن الباب الإيجابي. واش شفتوا هذاك الجوج؟ هذاك اللي صاحب وحده قال لي جلس ما تنوضش ما توقفش، هو يوقف قلبه، اما كايناش الثقه بين الجزائريين والو، لا ثقه في عاتقه. قال لي ما توقفش، قال لي بقى جالس، هو ينوض صاحبه. صدقت هذاك اللي قال لي ما توقفش، هو ناض بالزربه لا يدي ولا حراس، اما كاينش الديكتاتوريه يا جد. هذه القضيه ديال العدل ديال السكن مقابل الايجار راه كيديروها بحال رشوه الى بوصبع المقرب من النظام واللي كيدافع عن النظام، بحال هاد البوصبعيين هادو كاملين اللي جاوا ديك القاعه واللي شبعوا كذبون بالبوسان ديال اليدين وبالتصفاق وبالتشجيع وبالترويج على انه زعما عنده شعبويه. اصلا النص ديالهم راه وزراء وموظفين والناس ديال العسكر، واش القريحه راه كاين تما حاضر ناظر، ما كاينش ما كيزقلش حتى شي نشاط ديال ابو كوديب. هاد الناس كاملين ما تبقى من المدنيين راه كاملين غيستافدوا من السكن مقابل الايجار او بالسكن المجاني بين قوسين. هذاك هو الصح، تولي تركب في القطار هنا الجلفة ساعتين ونص راك في الجزائر، ما تحتاج طيارة. وباقي يكذبوا انت كذب عليهم في داكشي ديال القطار، ثمن راس تركب من هنا ساعتين ونص توصل لهنا ما تحتاج الطيارة، وما عرفناش هاد القطار ثمن راس هذا العجيب والغريب فوقاش غادي يسالي وفوقاش غادي يكمل وفوقاش غادي يدار. راك وعدتيهم يا فخامة الرئيس الجزائري أبو كوديبة، راك وعدتيهم في الحملة الانتخابية ديالك على أنه في العودة الأولى ديالك القطار ديال تمن راس غادي يكون واصل إلى الجزائر العاصمة. هاد الساعة مش أنك أنت وصلتي لتمن راس، مش أن القطار ديالك. ما نعطيش وعود اللي ما تطبقش، أنا عمري في حياتي ما كذبت. بوب 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 بوب، قال لي هم عمري كذبت في حياتي،
وابو كذيبة. الى انا شخصيا مسميك سابقا كذبون حيت انت كتكذب بزاف، بكاينه الجمله كتقولها ما فيها جوج ثلاثه الكذبات. الى انا شخصيا سميتك ابو كذيبة لانك كتكذب بزاف، فكيفاش كتقول لينا انا ما عمري كذبت في حياتي؟ شوفوا كان واش ما عمرك كذبتي في حياتك؟ وغير مؤخرا ما مشوش بعيد، غير مؤخرا قلتي ليهم انا ما نزورش الجلفة لانني كندعم فلسطين. داز اسبوع ونص لقيناك كتزور الجلفة، يعني كذبتي على الفلسطينيين. وقبل منها مثلا كاين بزاف ديال الكذوب، وغير الحوار ديالك مع الصحافة اللي تعطل راه دليل انك كنتي كتكذب فيه وكتخرط فيه بزاف. ونزيدك واحده اخرى، ان كنت ناسي افكرك، ياك كنتي كتقول للشعب الجزائري كلشي موافق وغندخلوا للبريكس، راك كذبتي على الشعب الجزائري. وما تقاش عاود تقول يا ابو كذيبة انك ما عمرك كذبتي في حياتك، راه ما يمكنش اصاحبي. من المفروض انسان يشوف، نخرج قلنا جزائر جديده ماهيش جزائر نتاع عندي 10 سنوات ولا 15 انت تطلب وانا نكذب عليك. وانت زيد معه وابو كذيبة، وحنا راه بغيناك تنجح في العوده الثانيه ديالك، راك مفوج علينا وحنا تندعموك، وانت كتبقى تكذب على راسك وكتبقى تفرط في راسك وتفضح في راسك بالعصا. ديك عاد قلتي لهم انا ما عمري كذبت في حياتي، منين كتقول لهم انه الجزائر قبل 10 او 15 سنه كانوا المسؤولين كتقول لهم شي طالب هو تيكذب عليك؟ هذا يعني انه فاش كنتي وزير السكن قبل 10 او 15 سنه عند بوتفليقوس الرابع كنتي انت كتكذب، وشحال ما كذبتي في هذه القضيه ديال عادل جوج وعادل ثلاثه وديال السكن وديال الوعود الكاذبه اللي كنتي كتعطي للشعب الجزائري. واش انت ما كملت 30 ثانيه قلتي لهم ما عمري كذبت في حياتي ودستي من بعد فضحتي راسك؟ راكم تعرفوها في الحقيقه، راكم طالعين على كيفاش وجدنا البلاد، ما هي النقائص، كادت ان تذهب ريحنا، ربي لطف وخلاص. وصلنا للمرحله وين الناس عندهم الطائره الخاصه نتاعهم ومواطن يجري على صافي تحليب. غير بين قوسين ملي تيقول كادت تذهب ريحنا، هاد القضيه هادي ما تفهموهاش غلط. المهم انا راه فهمتها صح، عندكم نتوما تفهموها بحالي صح ولا يمكن ما تفهموهاش غلط. المهم كادت تذهب ريحنا راه كيهضر على النظام العسكري في الجزائر، وفعلا راه تيهضر بنيتو على شويه الحركه اللي غادي يحيد النظام العسكري الجزائري. وكادت تذهب ريح تنقريحه وريح القايد صالح وريح ابو تفريقوس وريح ايضا ابو كذيبة، ساعه خرجوا منها سالمين. داكشي علاش منين يقول لكم كادت تذهب ريحنا راه كيهضر من نيتو وراه عنده الصح وراه ما تيكذبش هاد الساعه. ونعاود نقول لك عزيزي البلوفينغر، ها هو الرئيس ديالك تيقول لكم بانه مازال عندكم مشكله ديال الحليب، مازال عندكم طوابير الحليب، مازال كتعانيوا مع ساشي حليب. يا من يريد تحرير فلسطين وتحرير ليبيا وتحرير الصخره الغربيه اللي كاينه في صباطكم، وديروا غير تحرير ديال الساشي حليب اللي كتعانيوا منه، للرئيس ديالكم كل مره تيقول لكم عندنا مشكله مع الساشي حليب. وكاين بزاف المشاكل، وكاين الساشي حليب هو كيف ما قلتو هو اللي معروف عالميا ودوليا ان الجزائري يعاني من ساشي حليب ديال البودره مخلط مع الماء ديال الزيكو. مثل ما رانا نحاربوا في البناء الفوضوي قصديري، من ايام انا ما كنت وزير السكن، نقول لكم الوزير الحالي وزير السكن، حتى ربما 2016 ما يقارب من 54 ألف عائلة هذه في العاصمة فقط اللي كانوا ساكنين في بيوت قصديرية. أفينا ما دوك الجزائريين اللي صدعوا لنا راسنا بملكة الطوب، وانتو ما عندكم داكشي عيان، وانتو ما عندكم البوادي، وانتو ما عندكم السكن غير لائق، ها هو الرئيس ديالكم يفضحكم من جديد. واش عرفتي شناهي المعنى ديال 54 ألف ساكن فوضوي قصديري داخل الجزائر العاصمة فقط؟ 54 ألف عباد الله. واش مثلا في مدينة الرباط كاين 54 ألف؟ اللي أصلا مدينة الرباط والنواحي ديالها مبقاوش فيها تقريبا هذوك الدواوير الفوضوية لأنهم عوضوهم وسكنوهم في مناطق أخرى. كاين بعض المشاكل وفي البرمجة وبزاف الحوايج، ولكن راه خدامين. دابا نتوما الرئيس ديالكم تيقول بأنه غير لهنا 2016 أو 2017 كان تقريبا 54 ألف ساكن قصديري داخل الجزائر العاصمة بوحدها. هذا راه رقم كبير، هذا راه رقم ضخم، هذا راه رقم مخيف جدا للدولة كتقول أنه عندها البترول والغاز. دولة خسرات أكثر من 500 مليار دولار على الصخرة الغربية اللي كاينة في صباطها وما قدرت بها والو، وفي الأخر كنكتشفوا أنه في 2016 و 2017
كاين 54 ألف عائلة جزائرية كتكون تحت القصدير في دولة البترول والغاز. وسلم لي على جمهورية القصدير في بلد البترول والغاز. رانا بالتقريب الدولة الوحيدة في العالم لها دير هادشي. الأمم المتحدة صنفت الجزائر على أساس هي الليدر، هي القائد بالنسبة لهذه الأشياء. علاش؟ كاين اللي يتفلسف يقول لك كيف يعطوا السكن باطل. أنا نفضل نعطي سكن باطل وتقام لي 300 مليون ل 400 مليون سنتيم، بالصح الأولاد اللي يكبروا فيه غادي يكونوا صالحين. يعني بالمفهوم ديال أبو كوديب الجزائري فخامة رئيس الجزائر تيقول لك خاص أي واحد، أي مواطن جزائري خاصو يعطي سكن باش هذاك المواطن هو ولادو يدافعوا على الجزائر. يعني ما كاينش شي حاجة سميتها حب الأوطان أو أنه يدافع غير هكاك لله بسبب الله، ضروري المقابل. أعطيني سكن دافع على أبو كوديب واش نقريحة، ما تعطيني سكن نبقى ساكت ولا نخرج للخارج وندير لك المعارضة. مثلا نهضر على راسي، الأب ديالي الدولة المغربية دارت لي نزع الملكية ومع ذلك خدام تندافع على الدولة المغربية. انتم في الجزائر خاصو ضروري ياخذ سكن في المقابل باش يخرج لهم مواطن يدافع على النظام العسكري الجزائري المجرم. اما يا ابو كوديب راك كذبتي بزاف، كيفاش انتم الدولة الوحيدة في العالم؟ اصلا عاد قلتيها من قبل كتعطيو سكن عاد لجوج ولا ثلاثة مقابل الايجار، يعني ما كتعطيوش سكن مجاني. الدولة المغربية غير اللي حداكم كتعوض مثلا عائلات كيكونوا بعض المرات غير كاريين في شي سكن كيبغيو يحيدو ويديروا شي مشروع، كيعوضوهم مثلا كيعطيوهم بقعة أرضية كيتقاسموها عائلتين، كيعوضوهم أيضا بشقاق، كيعوضوهم أيضا بزاف ديال المرات مجانا، وفي مرات أخرى كيطلبوا منهم واحد النسبة مادية مقابل أنهم يتحصلوا على السكن كتعويض. فما تبقاش تقول لنا نتوما بوحدكم، راه كوريا الشمالية حتى هي كتفرقهم فابور وما عمرها قالت لينا حنا الليدر وحنا القائدين في العالم. وكيفاش أنت قائد وكتفتخر أنك كتعطي السكن كرشوة لبعض البوصبعيين وبعض البلوفينجر باش يدافعوا على النظام العسكري؟ واش انت قادر مثلا على هذا الكلام؟ يعني انت قادر انك تعطي 25 مليون نسمه جزائريه السكن ديالها مجانا؟ ويلا دير نشوفها، ورينا يلا، ورينا فعلا بانكم ليدر في هذا المجال هذا وتستعرف بكم. اليوم بلادنا رجعت قيمتها، كلامها مسموع في كل المجالات. انا بالنسبه للمحيط المباشر تاعنا، بالنسبة للمالي، بالنسبة للنيجر، بالنسبة لليبيا، بالنسبة ما فيه شيء يندار بلادنا، بينما قبل الجزائر قاعدة تذكر. اليوم فاردين نفوسنا وفاردين نفوسنا، لأن ما بين البلدان اللي من حقها تقول واش حبت بدون ما يعني ما نتباهى بشي اللي ما فيهاش ولا ما عنديش. حقائق بلاد ما عليهاش سنتيم تاع وأبو كوديبة وقهرتينا بالكذوب وكثرتي علينا بهذا الكذوب هذو العابل للقارات. كيفاش الجزائر كلامها مسموع في ليبيا وفي النيجر؟ ياك عاد النيجر عاد بهدلاتكم وفضحاتكم ومرمداتكم كاع. ياك عاد النيجر قالت لكم ما تبقاوش تدخلوا شؤون ديال النيجر وخليونا اصدقاء وخليونا مزيانين وجمعوا راسكم وخرجوا قلتوا حنا ما عجبناش هذاك التصريح ديال النيجر ونحن نعترض وكذا. كون كان كلامكم مسموع في النيجر كما تقول كون راقبلوا الوساطة ديالكم، ما غاديش يرفضوها وما غاديش يديروا لكم إهانة ما عمركم شفتوها في حياتكم. ونتكلموا على ليبيا، ليبيا كتقول بأن كلامنا مسموع في ليبيا. كون كان كلامكم مسموع في ليبيا، الليبيين الفرقاء في ليبيا ما غاديش يجيو يجتمعوا في وزنيقة ولا في الصخيرات في المغرب، كانوا غادي يجتمعوا في الجزائر. علاش كيرفضوا أنهم يجوا عندكم الجزائر وكيمشيو للمغرب؟ هادشي كيدل على أن كلامكم غير مسموع سواء في النيجر او ليبيا او في اي بلاصه محيطه بكم. وراه من الوقاحه انك تقول على ليبيا وعلى الشعب الليبي انه حتى شي حاجه ما دار في ليبيا من غير حنايا الجزائر بلا بينا حنا الجزائر. هذه راه تطاول على السياده الليبيه. الليبيين ملي كيتجمعوا داخل المغرب كيتجمعوا بكل حريه وحتى شي واحد ما كياثر عليهم وحتى شي واحد ما كيضغط عليهم. بس معنا تشي مسؤول مغربي كيقول لهم تشي حاجة ما تدار في ليبيا من غيرنا كيف ما كيقول فخامة رئيس الجزائر أبو كوديبة. وهذا الفيديو هذا بغيت الخوت يقطعوا ويرسلوه إلى الصفحات الليبية ويوصلوا للناس في ليبيا، لأن هذه وقاحة وتطاول على الدولة الليبية اللي عندها السيادة ديالها. يا أبو كوديبة بغيتي تعرف المكانة ديالك، سير سمع التصريح ديال لافروف الله يرضي عليه، قال لكم لا وزن للجزائر ولا هيبة للجزائر ولا مكانة للجزائر في الساحة الدولية. والدليل هو أنه إثيوبيا الفقيرة
دخلت البريكس والجزائر ما دخلتش البريكس يجد. ونعاودو نرجعو للديون، سير شوف التقارير ديال البنك الدولي اللي كتقول بان الجزائر مستدانة اكثر من المغرب. درت عليكم حلقة خاصة عطيتكم امثلة والقيمة ديال الديون اللي عطاتكم اليابان، اللي عطاتكم الصين، اللي عطاكم الاتحاد الافريقي، اللي عطاكم الغرق ديال الدول الخليجية والدول الاوروبية كديون واستثمارات مغلفة في ديون، خاصة الاستثمارات الصينية اللي ما كتخلصهمش واللي هما عبارة عن ديون. فما تجيش قول لي انت اللي سالنا سنتيم، راه كاين واحد المدرب تونسي كيسالكم غير 50,000 أورو وما قدرتش تخلصها. ونزيد نقول لك حاجة يا ابو كديبة يا فخامة رئيس الجزائر، راه اقوى دولة في العالم اللي كتكلم وما كاينش اللي كيعارضها وما كاينش اللي كيجي ضدها وكتطبق داكشي اللي بغات، هي الولايات المتحدة الامريكية. واش عرفتي شحال الولايات المتحدة الامريكية عندها ديال الديون؟ واش عرفتي الصين الشعبية شحال مسلفة الولايات المتحدة الامريكية؟ ومع ذلك امريكا كتقول داكشي اللي بغات وكتظلم كاع وما كاينش اللي يهضر وما كاينش اللي يدوي. وهي مثلا كتحمي اسرائيل اللي كدير إبادة ضد الإنسانية في غزة وما كاينش اللي يهضر وما كاينش اللي يدوي. وبالمناسبة إلا أنت كتقول أنك حر في الكلام ديالك، فبغيناك تقطع العلاقات ديالك مع أمريكا، وبغيناك تهضر على حق الفلسطينيين، وبغيناك ترد السفيرة الأمريكية في الجزائر عقابا لها. هاد الشيء اللي درتيه ديك الساعة نسميك بأنه ما عندكش استدان. اللي يسألك يمرمد لك وجهك، بينما احنا ماذا بينا نسالوا الناس وما يسالوناش، هذا هو. لان الوقت راه صعيب باش تقول كلمتك، كلمه حق في فلسطين، كلمه حق في الصحراء الغربيه، كلمه حق بالنسبه للمضطهدين. لازم يكون عندك الشجاعه الكامله ويكون عندك النخوه، وباش تجي النخوه ما يخص يسالوك الناس. والله ما عند بوكم لا شجاعة لا نخوة لا احترام لا وزن لا هيبة لا مكانة كيف ما قال العبر، والو لا تساوون شيئا. وداكشي اللي دات لكم النيجر ومرمداتكم، واخا انت كتقول انه ما عندكمش ديون، غير النيجر، النيجر عباد الله ضعيفة، زعما دولة ضعيفة لا وزن لا تاي، شتاتكم ومرمداتكم دبلوماسيا ودات لكم اكبر اهانة في التاريخ ديالكم. ويقول لك هو احنا كلامنا مسموع، فين مسموع؟ مسموع في التلفزيون ديال اليتيمة على الساعة 8 في الأخبار ديالكم، وباقي تهضر على الصخرة الغربية. الصخرة الغربية راه ولات حجرة كبيرة في الصباط ديالكم، كنتم باغي ديروها لنا في صباطنا، هي ولات في صباطكم دابا وشربوا مزيان. وانا بغيت نفتح واحد القوس ديال هذوك الناس اللي كيروجوا قال لك إسرائيل باغا تستوطن المغرب. انا لا أدافع على إسرائيل، إسرائيل عندها اللي دعم، عندها أمريكا أقوى دولة في العالم وعندها الناتو وعندها الغرب، ما محتاجاش المغربي أنه يدافع على إسرائيل. تنهضر على الناس اللي كيروجوا البروباغندا الجزائريه، هما مغاربه تيروجوا البروباغندا ديال الجزائر على ان اسرائيل غدير الاستيطان او كدير الاستيطان في المغرب وغادي تحتل المغرب. دابا هاد الناس هادو واش ما عايقينش وما واعيينش انه راه كاينه غير واحد البلاد حداهم اللي سميتها الجزائر، راه معالك في الصحراء المغربيه، راه معالك في النص ديال المساحه ديال بلادك، واهم مساحه اللي كتربطنا بالعمق الجغرافي ديالنا الافريقي. نفس الاشخاص اللي كيروجوا للاسطوانه البليده والغبيه ديال الاستيطان الاسرائيلي في المغرب، نفس الاشخاص ما كيشوفوش هذا التهديد الجزائري على الصحراء المغربيه وعلى نصف المساحه ديال المغرب، بالعكس كيروجوا وكيلمعوا الصوره ديال الجزائر والصوره ديال الكبرانات وتيدافعوا عليهم وتيقول لك لا هما ما متورطينش في داكشي اللي وقع في السمار. وغير شرحوا لينا منين ابو كديبه الجزائري تيقول لك حنا ما ناخذوش الكريديات باش نتكلموا على الصخره الغربيه اللي كاينه في الصباطه. شنو معنى ديالها؟ معنى ديالها انه تهددك بالحرب، معنى ديالها انه تهددك بالاستيطان، معنى ديالها انه تهددك باش يقسم البلد ديالك على جوج ويضعفك وما يبقى عندك لا قيمه لا وزن لا هيبه كيف ما هو حاليا. فشوف لي التهديد المباشر هو الاول، وهاجمه ودافع على بلادك هو الاول. وداكشي ديال اسرائيل منين يكون شي حاجه ملموسه ونحسوا بانه كاينه شي حاجه، راه الدوله غادير اللازم وغاتقوم بالشغل ديالها، وحنا ديك الساعه حنا غنديروا اللازم. عن قريب المسجد الجامع الكبير تاع العاصمه ان شاء الله يولي مناره افريقيه متوسطيه عربيه ان شاء الله. طولنا في التدشين تاعو على هذه الاسباب، انا نوضع اساس باش يكون اساس تاع صحيح. وهذه قنبلة عنقودية فرقع كدبون بلا ماء. قال لهم راه تعطلنا في تدشين المسجد الأعظم بين قوسين اللي كاين في الجزائر اللي مسدود، قال لك حيت كنديروا الأساسات ديالو مزيان
باش يكون مزيان. يعني كيف ما كانوا يروجوا لبعض، هذاك المسجد الذي بني بسواعد الصينيين والمغاربه اللي داروا تزيين والزخرفه ديالو، هذاك المسجد بناو الشينوا على ما يبدو فوق شي ارضيه ما مقاداش مزيان ويقدر في اي لحظه يطيح، داكشي علاش يمكن يعاودوا ليه الاساسات ديالو كيف ما قال ابو كديبه باللسان ديالو، قال لهم تنزيدوا في الساس وكنزيدوا في الاساس ديال المسجد، راه داكشي علاش رغم التدشين ديالو راه ممنوع للصلاه. وهنا ابو كديبه راه تيكذب مره اخرى، تيقول لهم راه تعطلنا في التدشين ديالو باش كنقادوا ليه الاساسات ديالو، وهذا كذب لان هذا المسجد الا بقيتو عاقلين وراه كاينين الروبورتاجات في القنوات الجزائريه الرسميه، راه دوشينا فاش كان ابو كديبه يعالج في المانيا، يعني تم التدشين ديالو رسميا وتم الفتح ديالو رسميا، ومن بعد منين شافوا بانه آيل للسقوط في اي لحظه غلقوه باش يحميو الناس وباش ما يموتوش. يعني بوصبع مشى قلد المملكه المغربيه باش يدير المسجد بحال المسجد ديال الحسن الثاني رحمه الله، مشى جاوب الشينوا خرجوا عليه داروا ليه واحد العود ديال الكبريت ما عنده لا شكل اسلامي لا هويه اسلاميه لا حتى شي حاجه، دايرين لهم واحد المربع طويل عود ديال الكبريت والمسجد بعيد على الصومعه ديالو من الفوق، هو قال لك ما قدروش يحلوا لانه آيل للسقوط. يعني بوصبع حتى في الصلاه ديالو ما غاديش يصلي مرتاح لانه في اي لحظه داكشي هبط به. هادشي الجزائريين تيوقع لكم لان النيه ديالكم هو انكم تضروا بالمملكه المغربيه ولو مجانا، واخا المملكه المغربيه ما دارت لكم والو والو، كديروا الظلم وكتروجوا للارهاب وكتخسروا الملايير ديال الدولارات وكتدفعوا المغرب انه حتى هو يحط الملايير ديال الدولار، ربي ما عمرو غيسهل عليكم اي خطوه كديروها، ما حد الصخره الغربيه كاينه في صباطكم والله لشتوا اليوم الابيض. نكتفي بهذا القصف، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.